السلام عليكم يا حبايبي، تعالوا نشوف الخبر ده كده معانا. نعجة يصل سعرها ل2 مليون جنيه بمزاد في الكويت وصاحبها يرفض البيع ونقلت. طبعا هنقول الخبر معانا. شهد أحد المزادات في دولة الكويت حالة فريدة من نوعها بعد وصول سعر الخروف في مزاد علني ل40 ألف دينار كويتي، ما يعادل 2 مليون. طبعا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده الصورة معانا اهيت. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية مقطع فيديو للخروف أثناء المزاد والتي وصل سعرها لهذا المبلغ الذي دفع الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا للسخرية من السعر المبالغ فيه، وكتب ليه بتبيض بيضة ذهب. وفقا للصحيفة الإماراتية فإن صاحب الخروف تراجع عن بيعه في اللحظات الأخيرة بعد وصول سعرها ل40 ألف دينار كويتي وقرر الاحتفاظ به. طبعا زي ما احنا شفنا كده يا حبايبي ده صورة اللي معانا ديت صورة من الفيديو. طبعا مزاد غريب جدا وفعلا ليه يعني بتبيض ده دهب فعلا. حاجة غريبة والله فعلا. ده خبر بصراحة لفت نظري فقلت ان انا انزله على قناتي عالم منوعات. اتمنى يا رب كده تكون الاخبار اللي بنزلها يا حبايبي والفيديوهات تكون بتعجبكم وتنال اعجابكم. وعلى فكرة الفيديو موجود سواء في اليوم السابع او يعني ممكن تلاقيه في اي مكان عادي، لو بحثتوا مثلا عنه في النت هتلاقيه موجود. ممكن طبعا تدخلوا تتفرجوا على الفيديو بنفسكم. ماشي يا حبايبي، اتمنى كده يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. مستناش بقى كده في لايكات كتير وشير وسبسكرايب. باي باي. خروف عيد السعودية كمان حصل فيها.